المنتخب المغربي تأهل لدور التمن وهو متصدر المجموعة ديالو بسبعة ديال النقاط، وغيواجه جنوب إفريقيا منتخب بافانا، وغتكون هذه المواجهة رقم 12 بين الفريقين. في الحلقة ديال اليوم من كبسولة الكان غنتعرفوا على تاريخ المواجهات بين المغرب وجنوب إفريقيا. سبق ليهم تلاقاو في 11 مباراة اللي خسر فيها المنتخب الوطني في دور التمن بجوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وأيضا سنة 2002 قدروا يربحوا المنتخب المغربي 3-1، لكن سنة 2004 و2013 تعادلوا إيجابيا. وفي كأس أمم إفريقيا 2019 قدر المنتخب الوطني لأول مرة أنه يتغلب على جنوب إفريقيا بهدف نظيف في منافسة الدور الأول، وفي آخر مقابلة بيناتهم نجح المنتخب الوطني في التغلب على جنوب إفريقيا سنة 2022 في ذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا، لكن في مباراة الإياب خسروا أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف واحد. وقبل مواجهة يوم الثلاثاء خرج مدرب جنوب إفريقيا تصريحات مثيرة للجدل، كيقول فيها إن المغرب ما قدمش أداء جيد في دور المجموعات وعندهم الثقة الكاملة أنهم يربحوا العناصر الوطنية. إذن شنو هما التوقعات ديالكم لهذا المقابلة؟